اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كروشيكو. فيديو النهاردة مختلف شوية عشان هتوجه فيه بالشكر لصاحبة الكومنت اللي هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة. دي بنوتة صغننة في تالتة اعدادي اتحدد ظروف خاصة عندها وبتعمل كروشيه. لا مش بس كروشيه، مش اي كروشيه، ده بتعمل امجرومي يا جماعة، وشغلها والله في منتهى الجمال. دي الصورة اللي بعتتها لي اللي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، حاولت اقرب منه على قد ما اقدر ويا رب يعجبها وتفرح بيه. انا حقيقي فخورة جدا بيها والله. يلا انزلي دوسي لايك وشير واشتركي في القناة لو لسه مشتركتيش، ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة هنبدأ نعملها هي الجسم بتاع الارنوب. بصوا الموضوع سهل جدا وبسيط، هنعمل عقدة بداية وبعدين هنشتغل بعدها 8 سلاسل، 1 2 3. بعد ما عملت 8 سلاسل هسيب اول سلسلة وتاني سلسلة وهدخل في تالت واحدة وابدأ اشتغل اول حشو، وبعدين هشتغل تاني حشو وتالت حشو ورابع حشو وخامس حشو. كده انا اشتغلت 5 غرز حشو. بعد كده في اخر سلسلة معايا هشتغل جواها 3 غرز حشو، يعني تزايد ثلاثي. يبقى تزايد ثلاثي يعني 3 غرز في نفس الغرزة. وبعدين هكمل في السطر من تحت، هشتغل تحت الحشو حشو وبعدين حشو كمان في الحشو اللي جنبها والغرزة اللي وراها حشو. كده انا عملت 3 غرز حشو بعد التزايد الثلاثي. كده دي رابع غرزة وبعدين خامس غرزة. بعد كده في السلسلة التانية اللي انا سبتها، انا سبت في الاول اول سلسلة وتاني سلسلة واشتغلت بداية من تالت سلسلة، فانا هشتغل في السلسلة التانية اللي انا سبتها في البداية، هشتغل فيها تزايد ثلاثي 1 2 3. والسطر اللي بعد كده هشتغل فيه 5 غرز حشو، 1 2 3. بعد كده هشتغل 3 تزايد، ادي اول تزايد وبعدين تاني تزايد وتالت تزايد. بعد كده هبدأ اشتغل 5 غرز حشو وبعدين 3 تزايد. بعد كده هبدأ السطر الجديد ب5 حشو برضو، 1 2 3 4 5. وبعدين هشتغل تزايد وحشو، هكررها 3 مرات وبعدين 5 حشو وبعدين تزايد وحشو برضو هكررها 3 مرات. في السطر الجديد هشتغل فيه 5 حشو، 1 2 3 4 5. وبعدين هشتغل 2 حشو وتزايد اكررهم 3 مرات وبعدين 5 حشو وبعدين 2 حشو وتزايد برضو هكررهم 3 مرات. كده انا اشتغلت سطر 2 3 والربع. هشتغل دلوقتي السطر الخامس، عبارة عن 5 حشو، 2 3 4 5.
وبعدين هشتغل تزايد، وثلاث غرز حشو، واحد اتنين تلاتة. هكرر التزايد والثلاث غرز حشو دول مرتين كمان، يعني كده هكرره هيبقوا متكررين 3 مرات، تزايد وثلاث غرز حشو. وبعدين هشتغل 5 حشو وتزايد وثلاث غرز حشو، هكررهم برضو 3 مرات في الناحية التانية. كده انا اشتغلت 3 سطور ثابت بعد سطور التزايد اللي قلت لكم عليها، اللي هم 5 سطور تزايد، 1 2 3 4 5، ومعانا 3 ثبات، يعني كده 8 سطور. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 9. طبعا ما تنسيش تحطي الماركر بتاعك. وبعدين هتبدأي تشتغلي 5 حشو، 1 2، وطبعا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار على تليفونك لكل فيديو جديد بننزله، وسيبيلي كومنت حلو كده وقوليلي انتي بتتابعيني من انهي مكان. 1 2 3 4 5. هبدأ دلوقتي اشتغل تناقص وثلاثة حشو، 1 2 3. هكرر التناقص والثلاثة حشو مرتين كمان، يعني كده هكون مكررهم 3 مرات، تناقص وثلاثة حشو. وبعدين هشتغل 5 حشو وبعدين تناقص وثلاثة حشو، هكررهم برضو 3 مرات. ركزي شوية بقى في السطر ده، سطر رقم 10، اشتغلي فيه 5 حشو، 1 2. وبعدين هشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي من تحت 4 غرز، 1 2 3 4، وهتدخلي في الغرزة الخامسة وهتبدأي تشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3. وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي من تحت 4 غرز، 1 2 3 4، وتدخلي في الغرزة الخامسة وهتبدأي تشتغلي 5 غرز حشو، 1 2. بعد كده هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وهسيب من تحت 4 غرز حشو، 1 2 3 4، وادخل في الغرزة الخامسة اشتغل 3 حشو، 1 2 3. وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، واسيب من تحت 4 غرز حشو، 1 2 3 4، ادخل في الخامسة وابدأ اشتغل تناقص. بعد كده في السطر الجديد هشتغل 5 غرز حشو، 1. بعد ال5 غرز حشو اشتغلت 3 تناقص، 3 غرز تناقص، وبعدين هشتغل 5 حشو وبعدين 3 تناقص وبعدين غرزة حشو هتتبقى معايا في الآخر. السطر الأخير ده بقى هشتغل فيه، هبدأ بخمس غرز حشو، 1 2 3 4 5، وبعدين تزايد ثلاثي، 1، واخد الغرزة التانية معانا، وبعدين الغرزة التالتة. كده بقى معايا 3 غرز، يعني 4 حلقات على الإبرة، أخدهم كلهم وأطلع منهم. وبعدين 5 حشو، 1،
اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبعدين تناقص ثلاثي وغرزة حشو واحدة واعمل سلسلة وطلع حلقة الخيط عشان ابدأ اقصها، واحط طرف الخيط في ابرة التنظيف وابدأ ان انا اخيط الفراغ اللي معايا من تحت. طبعا انا قبل ما اعمل السطر الاخير حشيت الجسم فايبر كويس جدا كده. بعد ما حطيت ابرة التنظيف بعدين هبدأ اخد كل حلقتين قدام بعض مع بعض، يعني زي ما اكون بطبق كده الشغل على بعض. كده بص انا عملت 3 رجول صغننين كده ورا الكاميرا، هعمل الرجل الرابعة معاكم. تمام، اجيب الخيط واعمل عقدة بداية، وبعدين اعمل سلسلة عشان اقفلها على عقدة البداية، اسيب الخيط كده شوية، وبعدين اروح للجسم عند اول غرزة من ال4 غرز اللي انا سبتهم تحت ال3 سلاسل، فاكرينهم؟ هاجي عند اول غرزة وياخد الخيط وابدأ اعمل سلسلة على اول غرزة، وبعدين هشتغل في نفس المكان اول غرزة حشو واللي جنبها تاني غرزة حشو واللي جنبها تالت غرزة حشو واللي جنبها رابع غرزة حشو. بعدين انا بلف كده مع الغرز، اعطوني 3 سلاسل اللي انا عاملاهم قصاد الغرز، هشتغل على كل سلسلة غرزة حشو واحدة، يعني هشتغل على 3 سلاسل 3 غرز حشو، 2 3، وبعدين هشتغل الدور التاني بتاع الرجلين اللي هو عبارة عن 7 غرز حشو، 1 2. بعد كده بعد ما عملت 7 غرز هرفع الحلقة كده. بص هو عبارة الرجل عبارة عن دورين بس، وهقص الخيط وهقص الخيط الزيادة كمان اللي كان في الأول معايا. تمام، وهدخل الخيط في إبرة التنظيف وهبدأ إن أنا أقفل الرجل من تحت، أقفلها عشان ما تبقاش مفتوحة كده، وبعدين اخد حلقة منها واقعد عقدة، واخد حلقة كمان من اي غرزة واقعد عقدة. بعد كده ادخل في الرجل واطلع من اي حتة في الجسم بالخيط والابرة، وابدأ ان انا اقص الخيط الزيادة. كده خلاص انا خلصت الجسم بتاع الارنوب الصغنن ده، هنبدأ نعمل دلوقتي الراس مع بعض.
الرز بقى برضو بنفس اللون. هنحتاج ان احنا نعمل زي بداية الجسم كده بالظبط، عقدة بداية، وبعدين 8 سلاسل، 2 3 4 5 6 7 8، وبعدين اسيب اول سلسلتين وادخل في التالتة وابدأ اشتغل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5، وفي السلسلة الأخيرة هشتغل تزايد ثلاثي، 1 2 3 في نفس السلسلة، وبعدين نشتغل 5 حشو من الجنب التاني، 2 3 4 5، وبعدين في السلسلة اللي سبناها في الأول، السلسلة التانية، هدخل فيها 1 تزايد ثلاثي، 1 2، يعني 3 غرز في نفس المكان. وبعدين السطر اللي بعد كده اشتغل 5 حشو و3 تزايد، و5 حشو و3 تزايد. بعد كده هشتغل في السطر التالت 5 حشو، 1 2 3 4 5، وبعدين تزايد وحشو، وهكررهم 3 مرات، وبعدين 5 حشو، وبعدين تزايد وحشو برضو هكررهم 3 مرات. بعد كده انا اشتغلت 3 سطور ثابت من غير تزايد ولا تناقص، وبعدين هشتغل بعد كده 5 حشو، 1 2، وبعدين تناقص وحشو، تناقص وحشو، هكررهم 3 مرات، تناقص وحشو وتناقص وحشو، ودي 3 مرة تناقص وحشو، وبعدين هشتغل 5 حشو وتناقص وحشو 3 مرات. هشتغل دلوقتي 7 غرز حشو، 1 2، انا كده في السطر الجديد 7 غرز حشو، وبعدين 2 تناقص، وبعدين 7 حشو، وبعدين 2 تناقص. هيبقى معايا مجموع الغرز في السطر ده 18 غرزة حشو. كده بعد ما اشتغلت 3 سطور ثابت، هبدأ اشتغل السطر اللي جاي، عبارة عن تناقص وحشو، اكررهم 6 مرات، تناقص وحشو كده أول مرة، تناقص وحشو كده تاني مرة. أنا حشيت الروز فايبر كويس جدا، هبدأ إن أنا أعمل السطر الجديد 6 غرز تناقص، 1 2، وبعدين هرفع الحلقة بالشكل ده، وهجيب المقص وأقص الخيط، وأجيب إبرة التنظيف، وأبدأ أعدي ما بين الغرز برضو عشان أقفل الفتحة اللي فيه لف الروس من فوق. وبعدين أبدأ أدخل بالخيط من أي مكان وأطلع وأشد الخيط كده، وبعدين أقص الخيط الزيادة.
هجيب ابرة التنظيف واجيب الخيط اللي باللون الابيض، هبدأ ادخل من ورا، من الرسم من ورا يعني، وبعدين ادخل في السطر الاول من سطور الثبات، اعدي منه للسطر اللي فوقيه اللي هو السطر التاني بالشكل ده. في الغرزة التانية من بداية السطر، وهسيب 1 2 3 4، وادخل في الغرزة الخامسة، وابدأ ادخل واطلع من نفس المكان 5 مرات. ادي اول مرة، ادي التانية، لقيت الخيط كده قليل هدخل واطلع تاني، هحاول وانا بدخل واطلع يبقى الخيط عامل زي ما يكون ابتسامة كده، يعني عايزاه بالشكل ده، يبقى من فوق ومن تحت، ما تمركزيش الخيط في النص. كده رابع مرة، خامس مرة، أعد الخيط وأطلعه من نفس المكان اللي دخلت منه أول فتلة، وأبدأ أعقد الخيط، أجيب الخيط الأسود وأحطه في إبرة التنظيف، هدخل في الراس برضو من ورا، وأبدأ أعدي من الجزء الأبيض اللي عملته بالخيط من شوية من فوق من النص، تمام؟ ادخل بالخيط عشان اعمل المناخير، كده، وبعدين اعدي من الجنب من جنبها بالظبط، بس مش هطلع الخيط للاخر. هعمل ايه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. هسيب كده شويه صغيرين، وبعدين هدخل تاني من نفس المكان وانزل لتحت القطعه البيضه ديت من النص، انشن كده في حته في النص، بعد كده اخد الحتة السوداء اللي من فوق اللي انا ما عدتهاش كلها، وابدأ ارجع تاني لنفس المكان اللي كنت فيه من تحت الحتة السوداء، من تحت الحتة البيضاء دي، عشان كده اكون عملت الايه المناخير
من البق. اهم خيط عايزينه يتشد مش الخيط اللي فيه ابرة التنظيف، الخيط التاني. كده اهو خلاص، هنبدأ نعقد الخيط برضو من ورا ونقص الخيط الزيادة كده. بعد ما لزقت العينين في مكانهم فوق القطعة البيضة، واحدة من على اليمين وواحدة من على الشمال، بصوا كده آخر حلاوة. فين بقى اللايك بتاعتي؟ انزلي دوس على اللايك، دوس على اللايك والشير، شير الفيديو كتير جدا في كل حتة، عايزاه كل الناس تشوفه، عايزاه يوصل لأكبر عدد ممكن. وما تنسيش تسيبيلي كومنت تكتبيلي فيه رأيك. جبت بقى خيط باللون الفوشيا الفوشيكا، تمام، وأعمل عقدة بداية، وبعدين هبدأ أعمل كام سلسلة. عملت 20 سلسلة، وبعدين هسيب أول سلسلتين وهدخل في التالتة وابدأ ان انا اشتغل غرز حشو. كام غرزة حشو بقى هشتغل؟ 20، انا معايا 20 سلسلة، اشيل منهم 3، هيتبقى معايا 17 غرزة حشو. يعني هشتغل 17 غرزة حشو وارجع لكم تاني. 2 3، وبعدين هشتغل في اخر سلسلة تزايد ثلاثي. واحد، 2 3، وهكمل شغل بشكل بيضاوي للسلاسل من الناحية التانية، وهشتغل برضو 17 غرزة حشو. 2، وبعدين هبدأ اشتغل في السلسلة التانية اللي سبتها في البداية، هبدأ اشتغل فيها تزايد ثلاثي. 1 2 3، اخر غرزة ديت هطلع الحلقة منها، هسيب حلقتين على الابرة عشان هبدل الخيط للون الروز اللي هو اشتغلت بيه الجسم والراس. هعمل بيه عقدة بداية وسلسلة واقفلها كده على عقدة البداية، وبعدين اطلع من الحلقتين وابدأ اشتغل السطر الجديد، عبارة عن 17 غرزة حشو. 1 2 كده. بعد ما اشتغلت 17 حشو هشتغل 3 تزايد، وبعدين 17 حشو وتلاتة تزايد. ادي اول تزايد، وتاني تزايد. كده بقى معايا شكل بيضاوي اهو برضو. ابدأ اعدي الحلقة، قص الخيط وعدي الحلقة، وبعدين اجيب ابرة التنظيف عشان خاطر اخيط الغرزة الاخيرة. ادخل في الغرزة دي من ورا
وبعدين أعدي من نفس المكان اللي كانت طالعة منه الغرزة اللي قبلها، وأعقد الخيط، وبعدين أبدأ أعدي الخيط لغاية لما أوصل للغرزة رقم 8. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. هروح للغرزة رقم 9، لقيتها هتكون أفضل. بعدين أعقد الخيط، عقدتين، وابدأ أعدي من بين السطور وابدأ أشد زي ما كنت بعمل في يونكا كده بالظبط. وأجيب الغرزة الثامنة من الناحية التانية مع الغرزة العشر، أضمهم مع بعض بالشكل ده، والغرزة الحداشر مع الغرزة السبعة، والاتناشر مع الغرزة الستة، يبدأ يبان معاكي بالشكل ده. أبدأ أخد غرزة من اليمين مع غرزة من الشمال بالشكل ده، كمان غرزة من اليمين مع غرزة كمان من الشمال كده. خلاص شكل الودان بان معايا قطقوطي خالص. هنزل تحت بقى بالخيط والإبرة، ابدا اعدي 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 لغايه لما انزل تحت. تمام، وابدا اعمل الودان شبه القرطاس كده، وخيطها في بعضها وافضل اخيط اخيط. كده خيطت لغاية ما نزلت تحت خالص. بصوا كده شكل الودان ظبط معايا. هعمل عقدة في الودان من تحت، هبدأ ان انا اخيطها في الراس بشكل مايل كده،
ابدا اخد ورزه مع من الراس من فوق مع ورزه من الودان، ورزه من الراس مع ورزه من الودان. انا حبيت شكل الودان معوجين كده، لو انت حابه شكلهم عدلين فممكن تعملي القطع البيضاوي ديت قطعتين اصغر من كده. وبعدين هبدأ أعمل عقدة من ورا. طبعا الغلطة اللي انا فيها اللي انا وقعت فيها دلوقتي ان انا ما سبتش خيط زيادة، لكن المفروض اسيب خيط اكتر من كده عشان اقدر اتعامل معاه. المهم عديت اهو في الراس وطلعت من اي مكان، وابدأ اقص الخيط اللي اتبقى معايا، اللي هو لو كان ازيد من كده كان زماني دلوقتي مخيطة الراس في الجسم بيه كمان. هبدأ دلوقتي ان انا اخيط الراس في الجسم كده، جبت خيط بنفس لون الجسم والراس، وهبدأ ان انا ادخل في الجسم من تحت وهدي للمكان اللي هخيط فيه الراس، واخد خيط شوية حلوين كده. بعدين اختار المكان اللي هعمل فيه الراس بالشكل ده، ممتاز. وابدأ ان انا اخيط الراس. ان انا القط غرزة من هنا، غرزة من الراس مع غرزة من الجسم.
خلصنا خلاص. يا سلام، هنشد بقى الخيط اللي من تحت، اللي هو انا وصلت عديت الخيط ده للخيط ده، الخيط اللي هو بتاع البداية مع خيط النهاية، وبعدين هبدأ اقطع الخيط الزيادة وعقد الخيط كويس جدا. اتنين، وبعدين تالت عقدة، وقص الخيط الزيادة اللي عندي. شفتوا كيوتو خالص، فاضل حاجة صغننة خالص اللي هي الديل. الديل عبارة عن هعمله باللون الأبيض، هعمل عقدة بداية وسلسلة، وادخل في أول واحدة وابدأ أعمل 6 غرز حشو، 2 3، وبعدين هشتغل في الدور اللي جاي ستة تزايد في حد، 2، بعد كده اشتغلت سطرين ثابت في كل سطر 12 غرزة حشو، هبدأ اشتغل السطر الجديد 6 غرز تناقص، 1 2، ثلاثة، أربعة. كده لما وصلت عند ربع غرز هبدأ أحشي الديل بشوية فايبر صغيرين قوي. افتكروا معايا ان انا عملت 4 غرز تناقص. حشو طلع كتير، هجيب نصه بس، نصه كفاية. كده دي كام؟ ايوه 5 تناقص، وبعدين 6 تناقص. واعمل سلسلة وارفع الخيط كده عشان هقفل الكرة ديت، وبعدين هخيطها في الجسم، احطها في ابرة التنظيف، وهبدأ اني اعدي الخيط بين الغرز. اشد الخيط كده جامد، ابدأ احدد مكان للديل. الديل هنا حلوة كده، جميلة 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 جميلة. معروف طبعا مكانه فين، يعني مش هنخترع له مكان تاني. يعني مثلا هي كل حاجة كروشيه بتتعمل عبارة عن أجزاء. بصيتي على نفسك زي ما قلتلكوا قبل كده، أبسط حاجة.
هبدأ ان انا اعقد الخيط اطلعه من اي مكان في الديل، وبعدين اقطع الخيط الزياده. وبكده نكون خلصنا الأرنوب العسول بتاعنا. شفتوا عسوله جميل ازاي؟ يلا بقى انزلي دوسي لايك للفيديو لو لسه ما دوستيش، واشتركي في القناة وفعلي الجرس، لازم تفعلوا الجرس يا بنات، وشير كتير كتير عشان اكبر عدد يستفيد. يلا هستناكم في فيديو جديد وحلقة جديدة بإذن الله. مع السلامة.